معنا من طهران الباحث السياسي سعيد شاوردي. مساء الخير سيد سعيد شاوردي، كيف يتوقع أن تتعامل إيران مع هذه المعلومات الجديدة التي كشفت عنها سكاي نيوز عربية فيما يتعلق بطريقة اغتيال هنية؟ تحية طيبة لك ست فضيلة والجميع المشاهدين. في الواقع يعني منذ اللحظة الأولى التي تم نشر خبر اغتيال إسماعيل هنية في طهران، أجرت إيران تحقيقات في هذا المجال، ولا زالت هذه التحقيقات مستمرة. حقيقة نحن لم نسمع مثل هذه الأنباء هنا من مصادر إيرانية، وهناك حديث عن أن إسرائيل بعدما ارتكبت هذه الجريمة تحاول يعني خلق روايات عديدة ل يعني حقيقة بعدما علمت أن هناك سيكون ردا إيرانيا، وهذا الرد أصبح مدعوما إلى حد ما من المجتمع الدولي وحتى من قبل المنظمات الدولية بسبب يعني هول الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل. فبدت إسرائيل خلال الساعات الماضية تقلق روايات متعددة، وحقيقة هناك يعني تناقض كبير فيما تقوله المعلومات الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي. نعم. وحتى للأسف الغرب يعني الإعلام ما هو أبرز الغربي تناقض؟ ما هو التناقض في هذه الرواية؟ ما الذي تراه يعني غير معقول أو عقلاني في هذه الرواية الجديدة؟ يعني منذ اللحظات الأولى وبدأت إسرائيل تنشر أخبار وكأنها يعني كانت على مسرح الجريمة وكانت تصور وتعرف بكل شيء، وقالت يعني نشرت أخبار أن إسماعيل هنية اقتيل، وبعد ذلك اتهموا أو حاولوا أن يقولوا أن هناك صاروخا قد انطلق من أحد الدول المجاورة لإيران، وبعد ذلك قالوا أن كان الصاروخ مخبأ في أحد الأبنية المجاورة لمحل. طيب سيد شاوردي، اسمح لي سيد شاوردي، هل الرواية الجديدة تضر أكثر إيران، تضر بسمعة إيران فيما يتعلق بأمنها واختراقها من قبل الموساد؟ والله أنا أتصور نعم، هذه الرواية الجديدة لو حقيقة يعني الاغتيال تم بهذه الطريقة، أن هناك قنبلة قد خبئت لفترة طويلة في المكان الذي زاره إسماعيل هنية ومضى عليها أشهر ولم تكتشفها الأجهزة الأمنية الإيرانية، هذا بكل تأكيد يعني سيكون اختراق كبير وفشل للأجهزة الأمنية الإيرانية. ولكن أنا أستبعد حقيقة يعني شخصية مثل إسماعيل هنية تأتي لإيران، وهي جاءت مرات عديدة، ليس فقط إسماعيل هنية، زياد النخالة وقادة الفصائل المقاومة الأخرى من بينهم الشيخ نعيم قاسم وفصائل عراقية ويمنية. ربما سيد شاوردي، ربما لم يكن، اسمح لي سيد شاوردي، ربما لم يكن هناك قرار سياسي من إسرائيل باغتياله آنذاك. لا، هو القرار تعرفين فضيلة يعني إسرائيل تبحث عن إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والكثير من قادة فصائل المقاومة منذ عقود، يعني هذا القرار صدر من في الأجهزة الأمنية لاغتيالهم منذ فترة طويلة، وكان بالإمكان يعني لو كانت إسرائيل تستطيع القيام بمثل هذه العملية. أعتقد يعني في الفترة الأخيرة سمعنا أن تركيا فككت أجهزة خلايا تجسسية عديدة، لكان قامت بزرع مثل هذه القنبلة في قطر أو في تركيا، لكان ذلك أعتقد هو أسهل عليها لاغتيالهم بهذه الطريقة. فإذا هي حقيقة لا توجد أدلة دامقة لإثبات. طيب فلنفترض سيد شاوردي، سيد شاوردي، فلنفترض بأن هذه الرواية
مع الوقت ستصبح الرواية الرسمية. هل برأيك يغير من طريقة رد إيران على مقتل هنية على أراضيها؟ يعني ألا تعتقد بأنه هناك إرباك كبير، أنه أولا لابد لها من ترتيب بيتها الأمني؟ يعني إذا كان الاختراق وصل إلى هذا المستوى، كيف يمكن لإيران أن ترد بعملية ليست شكلية أو ليس برد رمزي؟ لا ست فضيلة، حقيقة يعني أنا تكلمت بهذه الطريقة، ولكن هناك أيضا يجب أن نعترف، يعني للموساد يوجد عملاء في طهران، يعني تمت اغتيالات في السابق، وكان عملاء الموساد هم الذين نفذوا تلك العمليات ضد علماء نوويين وحتى ضد منشآت نووية إيرانية، وإيران ألقت القبض على عناصر تابعة للموساد وتم إعدامهم وكشفت أسمائهم. ولكن في الجهة الأخرى أيضا، إيران أيضا لديها من يعمل معها في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وفي الجيش الإسرائيلي وحتى حزب الله، وحصلت إيران على كمية كبيرة من المعلومات الحساسة حول المنشآت العسكرية الإسرائيلية والمقرات العسكرية وأماكن سكن العسكريين والقادة السياسيين، فهذه المعلومات موجودة حاليا لدى استخبارات الحرس الثوري. ووزير الطاقة الإسرائيلي السابق تمت محاكمته بعد أن ثبت أنه كان يتعامل مع الاستخبارات الإيرانية. نعم. فهذه الطريقة يعني هي موجودة في كل العالم، لكل بلد جواسيس. نعم. في البلد الآخر. شكرا. ولكن يا حقيقة عندما سيد سعيد يتم، شكرا، أعذرني يا سيد سعيد شاوردي على المقاطعة، أعتذر منك. سعيد شاوردي الباحث السياسي في طهران، شكرا لك.